السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي قناة فريجيت. أهلا وسهلا بكم من جديد في شرح بعض الأردروبات. إن شاء الله ستنال إعجابكم وتصل إلى محافظكم كما عودتكم بالأردروبات السابقة. اليوم سأشرح لكم أردروب إيزي شين إيزي كما تشاهدون هنا. قد قمت سابقا بسحب هذه العملة في فيديو سابق. هناك قمت بسحب عملة إيزي شين على محفظتي هنا كما تشاهدون. ها هي هنا، أين هي إيزي شين؟ نعم هنا أصدقائي تشاهدون، سحبت 70 قطعة ب25 دولار، موجودة على الكوين ماركت كاب. اليوم لديها إيردروب في المرحلة الثانية له، نفس يعني سنشاهد من هنا. سنذهب إلى السوشيال ميديا، سنذهب إلى التويتر لنتأكد من مصداقية الإيردروب. سأضغط هنا على التويتر الخاص بهم. تابعوني أصدقائي، كما تشاهدون هذا هو التويتر الخاص بهم هنا. كما تشاهدون اردروب في الروند الثانية له. تيليجرام بوت، عبارة على تيليجرام بوت اصدقائي من هناك كما تشاهدون في الموقع الرسمي لهم اصدقائي. هذا هو التليجرام، منذ 8 ساعات فقط قاموا بنشر هذه التويت لمن يريد اصدقائي ان يقوم بالتسجيل في هذه العملة. اول شيء اصدقائي وهو مطلوب ويعني واجب عليك ان تقوم به وهو التسجيل في هذا الموقع، ساضع لكم رابط هذا الموقع. ثم تذهب الى الكيو إيكغريك سي هنا، يور كيو إيكغريك سي أصدقائي هنا لتفعيل الوثائق. أنا في الأيردروب الأول لم أفعل الوثائق ولكن الآن مطلوبة. كما تشاهدون تفعيل الوثائق سهل وسهل جدا، تضع تاريخ الولادة ثم البلد ثم العنوان، ثم هنا تضع يعني تختار إن كنت لديك باسبور أو رخصة سياقة أو الكارت، ثم تضع الصورة الأولى ثم الصورة الخلفية، ثم هنا صورة لك مع الايدي كارد فقط اصدقائي بدون اي ورقه، ونضغط هنا هكذا لتمرير هذه يعني القيام بالكيو اكس سي. كما تشاهدون هنا يعني اون بيندينج، ستبقى اون بيندينج حتى يتثبتون من ذلك اصدقائي. نعود الى التليجرام بوت وهو سهل وسهل جدا اصدقائي التسجيل فيه. كما تشاهدون التسجيل فيه، اول شيء نقوم بستارت. لمن تسجل في الايردروب الاول اصدقائي سوف لن يسمح لك بالتسجيل في الايردروب الثاني، لابد من تغيير التليجرام. لمن تسجل في الايردروب الاول لابد ان يغير التليجرام. انا قمت يعني بانشاء، لدي تليجرام ثاني قمت بالدخول اليه اصدقائي، وكما تشاهدون هنا اون بيندينج اصدقائي، لقد مرت نعم اون بيندينج هنا. حسنا اصدقائي نعود الى التليجرام بوت، تقوم بستارت ثم تفتح الكاباتشا. سيأتي لك هنا تقوم بستارت مرة ثانية، ثم هنا سأعطيك جروب الأول تقوم بالانضمام ليه، ثم القناة الخاصة بهم، ثم تعود إلى الجروب تقوم بالانضمام إلى الجروب وتأخذ هذه الكلمة هكذا أصدقائي، تأخذ هذه الكوبي ثم تذهب إلى هذا الجروب وتقوم هنا بكليم كما شاهدتم عند كل المشاركين الذين قوم بكليم، لكن قم بكليم مع هذه هكذا أصدقائي مثل هكذا ها. نعم مع هذه هنا العلامة قبل كليم هكذا، وقم بنشرها أصدقائي ليس كليم فقط. نعم هذا ما أؤكد عليه. ثم نعود إلى هنا، سيقول لنا لقد يعني تعديت المرحلة الأولى. تضع الإيميل الخاص بك من هنا، ثم تقوم بيعطيك يبعث رسالة كود خاص لك لتثبت من الإيميل، فيريفي الإيميل، يرسل إليك على الإيميل الخاص بك كما تشاهد هنا. هذا الكود أقوم بنسخه ووضعه هنا، ثم أصدقائي يطلب منك محفظة الإثيريوم، تعطيه محفظة الإثيريوم، وهكذا قد تكون قد تحصلت على 50 من إيزي توكن. لكسب المزيد أيضا لابد عليك أيضا، هنا يعطيك الريفيرال، ثم هنا يقول لك إذا أردت نشره على لينكدر أو تويتر أو أي شيء. هنا أيضا تذهب إلى هنا وتضغط على تاسك، تضغط على تاسك يقوم بإضافة 5 نقاط، 5 قطع من إيزي شين من هنا بمجرد اتباعهم على اليوتيوب الخاص بهم. تقوم بسبسكرايب على القناة الخاصة بهم، ثم تقوم من هنا تقوم بجون على تذهب بسبسكرايب، ثم تقوم بدون. سيعطيك أصدقائي هنا يقول لك أعطيني اللينك الخاص بك، تعطيه اللينك الخاص بك القناة الخاصة بك اليوتيوب أو اسمك على اليوتيوب، وهكذا تكون قد أتممت المهمة. أنا كررتها مرتين هذه المهمة، ثم عدت من هنا الضغط على ولت وعدت له الولت الخاصة بي، وهكذا تكون أصدقائي قد شاركت في هذا الأردروب الذي سينتهي بعد شهرين. سأريكم الكونديسيون أصدقائي، لابد من التسجيل في هذا الموقع، لابد التسجيل منه في هذا الموقع. هذا الموقع من قبل قد تسجلت به
وسحبت منه العملة. سأريكم سحب العملة، الدليل على سحب 70 قطعة من هذا العملة كما تشاهدون هنا. كما تشاهدون ربحت عند التسجيل في هذا الموقع من زمان أصدقائي، تسجلت خبر 50 قطعة في الأردروب الأول، ربحت 20 وسحبت 70 قطعة، واليوم الأردروب في الروند الثانية له أصدقائي لمن يريد المشاركة في هذا الأردروب. شكرا لكم أصدقائي، دون إطالة عليكم. لمن أيضا أراد اتباع عديد الأردروبات الأخرى سيجد هنا في فري جيت أردروب التليجرام بوت هناك أردروبات عديدة أنشرها كل يوم، وأبرز هذه الأردروبات التي قمت بنشرها يوم أمس هذا الأردروب سناب 500 قطعة من سناب كما ستشاهدون في هذا الموقع. سأريكم الموقع، نعم هذا هو الموقع أصدقائي، ربحت 1800 قطعة 1810 قطعة، وهنا يقول لنا أن 10000 قطعة تساوي 100 دولار، 10000 قطعة تساوي 100 دولار كما تشاهد من هنا أصدقائي. ما عليك إلا سوى الدخول يوميا والدخول، تذهب إلى هنا وتقوم ب شيك أصدقائي كليم هنا، تأخذ كل يوم 5، في اليوم الثاني 5، ثم 10، 10، 20، 20 و30، يعني في الأسبوع ستتحصل على 100 قطعة، بالإضافة هنا 300 قطعة على الدخول يعني على التسجيل. وهنا إذا أكملت الكيو جريك سي ستكسب 600 قطعة، 300 قطعة على يعني التسجيل بالإيميل. أول شيء سيطلبه منك هو التسجيل في هذا الموقع، ستتسجل برقم الهاتف، ثم تقوم بتفعيل الايميل الخاص بك، تذهب الى من هنا الى اكونت، سنرى عن اصدقائي تفعل الايميل الخاص بك من هنا، هذا رقم الهاتف، ثم تفعل الايميل الخاص بك من هنا، وتكون قد تحصلت اصدقائي هنا. نذهب الى اسيت سناب كل يوم ونقوم ب هناك، ستذهب شيك ان وتضغط على اليوم الثالث واليوم الرابع والى اخره اصدقائي، هكذا لا اعرف لماذا ساضغط هنا. نعم أصدقائي لقد وصلت اليوم إلى اليوم الثالث ولا أعرف ذلك، الحمد لله هنا تحصلت على 10 نقاط كما شاهدت مباشرة، بالإضافة إلى 500 نقطة ستكسبها على هنا، ستجدونه في فري جيت هنا فورم، لديهم فورم أصدقائي يعطيك 500 نقطة فقط بتعمير البيانات التي تسجلت بها في هذا الموقع. سيطلب منك الكود لهذا الموقع، تعطيه رقم الهاتف الخاص بك، ثم تعطيه يعني التليجرام الخاص بك ومحفظتك فقط أصدقائي لا أكثر ولا أقل. تجدون كل ذلك في فريجيت أيردروب من هنا في هذا الموقع. هناك أيضا أيردروبات عديدة ومهمة جدا قمت بنشرها اليوم أو أمس، مهمة جدا أصدقائي لمن يريد المشاركة في ذلك، ولكن أكثر أيردروب، أكثر أيردروب أصدقائي وهو هذا هو الإيزي شين كما شاهدتم أصدقائي من الموقع الرسمي لهم ايزي شين، لمن يريد المشاركة في هذا الاردروب سأضع لكم رابط الموقع الأول ثم رابط التليجرام بوت، ستجدونها أيضا في فري جيت اردروب أصدقائي، وأرجو منكم المشاركة في هذه القناة، وشكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة، شكرا لكم وإلى اللقاء. هنا أصدقائي أردت فقط إثبات أن لابد من تفعيل كيو جريك سي في الموقع الخاص بهم ايزي شين نتورك كما تشاهدون هنا في هذا الإعلان الخاص للأردروب الخاص بهم على قناتهم الخاصة، كما تشاهدون هنا طريقة الربح وكل شيء، وأيضا لابد من تفعيل كيو إيجريك سي كما قمت هنا في إيزي شين نتورك كما تشاهدون هنا، ويقول لنا أن بعد شهرين سينتهي هذا الأردروب. شكرا لكم أصدقائي، هذا فقط يعني لإبراز كل التفاصيل لهذا الأردروب، والعملة موجودة على عديد المنصات هنا، مارك كوين، ماركت كاب، وعديد المنصات. شكرا لكم وإلى اللقاء.